هو المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي واحد من أهم المهرجانات العربية في الوطن العربي كله، وهو بقى له 35 سنة وبدأ سنة 88، والعالم العربي كله والمسرح في العالم كله بيعتبر انه الحضور للقاهرة وتقديم عروضه في القاهرة دي حاجة كبيرة ومهم، وبالتالي هو مهرجان مهم جدا، واحنا لازم نفخر ان عندنا المهرجان ده في مصر. انا فخور جدا بحكاية التكريم دي، وخصوصا ان انا زي ما قلت انا في المؤتمر انه انا اتربيت جوه المهرجان، يعني انا كنت في الجامعة سنة 88 واخرجت عرض في اول دورة اللي هي الدورة الاولى، كان من تأليف الاستاذ محمد سلماوي واتعرض في مركز ثقافي الروسي، ومن ساعتها شاركت في كل الدورات ال30 ما عدا دورة واحدة كنت انا فيها في ايطاليا لما كنت في جائزة الدولة للابداع الفني، ودي الدورة الوحيدة اللي ما شاركتش فيها، بقيت الدورات كلها شاركت، لا اما بمثل مصر جوه المسابقة الرسمية، لا اما بخرج الافتتاح والختام، لا اما منتجا يعني وانا بدير مسرح الشباب انتجت العرض اللي كسب احسن عرض في المهرجان، وانا في مركز الابداع انتجنا قهوة سادة اللي هي كسبت فيها احسن مخرج، وانتجنا مسرحية انا هاملت اللي كسبنا فيها احسن ممثل، وبالتالي يعني كل الدورات شاركت فيها، مفيش دورة ما كنتش موجود فيها، واخر دورة كنت انا رئيس لجنة التحكيم فيها. الدورة اللي قبلها كان المهرجان اللي عمل للمسرحيين العرب يوم مهم جدا، فكنت واحد من المسرحيين العرب اللي كانوا جوه المهرجان ده. يعني هو المهرجان مش حاجة اسمها، هو المهرجان ده أهم مهرجان بيجي هو مع قرطاج مع المهرجان العربي، مع يعني في مهرجانات في مع جرش، في مهرجانات في الأردن وفي تونس وفي الجزائر، بس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بيظل واحد من أهم مهرجانات المسرح العربي في آخر 30 سنة.